جئنا نعزي جئنا نلبي أمضي على دين النبي أيوا حسينا. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. كف سبعين احتوت وياهم اثنين وخيام صحراء وجيش يقولوا من العدد الآلاف سبعين في كفة أخرى في اختلافات القوى وحتى الموازين غيرنا قل جيش بن سعد وأصحابه حسين بعيوني كثرة شف سبعين احتوت وياهم اثنين وخيام صحراء وجيش يقولون من العدد الآلاف سبعين في كفة أخرى وحتى الموازين غيرنا أقرب قل جيش بن سعد وأصحابه حسين بعيوني كثرة عالمعركة افتح نافذة وتأملي الصورة منه اللي يريد ينقذه وجاف الحروب دورة منه اللي من دم شذا يفوح ويشيع نورا أضعف يكون أي جيش ذا ما خلفه الحورة المعركة افتح نافذة وتأملي الصورة منه اللي يريد ينقذه وجاف الحروب دورة ومنه اللي من دم شذا يفوح ويشيع نورا أضعف يكون أي جيش ذا ما خلفه الحورة في القوة هذا عندي مقياس منو اللي يساوي عباس
يقاتل حتى لو عام السهم عينه نافذ بصيره وعند تقوى بلا يدين هو أقوى وكل من واجهه قول الله يعين في القوة هذا عندي مقياس منو اللي يساوي عباس يقاتل حتى لو عام السهم عينه نافذ بصيرة وعنده تقوى بلا يدين هو أقوى وكيل من واجهه قول الله يعينه عالمعركة افتح نافذة وتأملي الصورة منه اللي يريد ينقذه وجاف الحروب دورة ومنه اللي من دم شذا يفوح ويشيع نورا أضعف يكون أي جيش دا ما خلفه الحورة في القوة هذا عندي مقياس منو اللي يساوي عباس يقاتل حتى لو عام السهم عينه نافذ بصيرة وعنده تقوى بلا يدين هو أقوى وكل من واجهه قول الله يعينه شمع علي الأكبر قتل منهم على شبابه جد طه شابه دامنا على الحق رحت الموت ولو إجالي والله ما أبالي جمع علي الأكبر قتل منهم على شبابه جد طه شابه دامنا على الحق رحت الموت ولو إجالي والله ما أبالي أحلى المنية من العسل في المعركة قال ابن الحسن هذا وحبيبه وجدته الزهرة عمره 13 سنة ومسوي زلزال رغم ان يوم الرمح صيبه اخترق صدره احلى المنية من العسل في المعركة قال ابن الحسن هذا وحبيبه وجدته الزهرة عمره 13 سنة عمره 13 سنة ومساوي زلزال رغم ان يوم الرمح صيبه اخترق صدره عن حبيبه احجي دمه على الشيبه
لو ابن عاوس جلي فرض غيبة عن حبيبة احكي دمع على الشيبة لو ابن عاوس جلي فرض غيبة عن ابن الرياحي وعن طيبة عن ابن الرياحي وعن طيبة ما أحد صاب قلبه أبد ريبة ما أحد صاب قلبه أبد ريبة ما أحد صاب قلبه أبد كم علي الأكبر قتل منهم على الشباب جد طه شاب دامنا على الحق رحت للموت ولا إجالي والله ما أبالي شمع علي الأكبر قتل منهم على شباب جد طه شاب دامنا على الحق رحت للموت ولا إجالي والله ما أبالي أحلى المنية من العسل في المعركة قال ابن الحسن هذا وحبيبا وجدة الزهرة عمره 13 سنة ومساوي زلزال رغم ان يوم الرمح صيبة اخترق صدره عن حبيبة احكي دمع على الشيبة لو ابن عاوس جلي فرض هيبة وعن ابن الرياحي وعن طيبة ما احد صاب قلبه ابد ريبة ما احد صاب قلبه كفت أصحاب الصبط أشهد يا ميزان رجحها إيمان بالله ورسوله صح عدد جيش العدة في الكف الآلاف أغلبهم يخاف ماكو رجوله فانت اصحاب الصبر اشهد يا ميزان رجح ايمان الله ورسوله صح عدد جيش العدا في الكف الالاف اغلبهم يخاف ماكو رجوله حاسب هالمرة دون ابن الزهرة لن ميزاني ومعقولي عدة احسن بروحه ولا لا في جروحه لو احسب ثاني اكثر منهم وحده حاسب هالمره دوني ابن الزهره لانه ميزاني هو معقولي عده احسن بروحه ولا لا في جروحه لو احسب ثاني اكثر منهم وحده لو احسب ثاني اكثر منهم حاسب هالمرة دوني ابن الزهرة لنا ميزاني مو معقولي عدة احسن بروحة لا في جروحة لو احسب ثاني اكثر منهم واحدة لو احسب ثاني اكثر منهم واحدة منه اللي يريد ينقذه وجاف الحروب دوره ومنه اللي من دم شذا
يفوح ويشيع نوره. أضعف يكون أي جيش داه ما خلفه الحوره.